الوقت والكواليتي، المعادلة اللي الدحيح بيقدر يعملها وبيوصل بيها لأعلى المشاهدات. فتعال أقولك إزاي تعمل كل جرافيكس الدحيح والفي افكس بتاعته في فيديو واحد. هتجيب أي ورقة فاضية من على النت وتعمل لها هيلينج على الفوتوشوب، وبعد كده لقيت الحواف مش مظبوطة فجبت ورقة تانية ليها حواف وقصتها وحطيتها على الورقة التانية، فهتطلع معك كده. اول افكت هتقابله افكت الهايلايت. الفكرة انك تجيب سوليد لير وتخفيها وانت محددها، تعمل ماسك حوالين اللير اللي عايز تعمل عليه الهايلايت. بعدين هتجيب افكت اسمه ستروك وتحطه على السوليد لير وتعلي الستروك بتاعك، وتلعب في اللون تخليه اللون الاصفر، وتلعب في البلند مود تخليه مالتي بلاي. اللغات الأرامية والسريانية والجعزية والأخير. أول حاجة هتجيب صور للغات اللي بيقول عليها الدحيح وتقصها وتظبطها على الفوتوشوب وتحفظها في هيئة PDF. بعدين تروح على الأفتر إفكت وتجيب الورقة اللي لسه عاملها وتحط عليها إفكت اسمه بيج تير وتحركه من بره لجوه بالكي فريم، وتحط اللغات اللي لسه حافظها في هيئة PDF وتحركها من البوزيشن والروتيشن بالشكل اللي انت عايزه، وتحفظها برضو بالكي فريم وتحط لها شوية ساوند افكت، وهتطلع معاك كده. هتحمل الصور دي من اللينك اللي هسيبهولك في الديسكريبشن، وهتجيب افكت اسمه بيج تيرن وتحطه على الورقة اللي بيظهر عليها الاسم، وتحرك الورقة اللي من فوق من البوزيشن والروتيشن، وهتطلع معاك كده. وبعد كده كل الحاجات اللي جاية سهلة. الدحيح زيه زي اي صانع محتوى بيعمل كتات عادية، وبعد ما بيديك شوية معلومات تلاقيه مرة واحدة اختفى. انت هتروح على الفريم اللي هيختفي فيه، هتقصه على الفوتوشوب وتقلل الشفافية بتاعته من الاوباسيتي بس، وهتطلع معاك كده. فاعمل سبسكرايب ولايك لو على اليوتيوب، ولو على اي بلاتفورم تانية فاعمل فولو ولايك، واستنى فيديو شرح الانترو 3D الجامدة اللي في بداية البرنامج، وسلام. تعزيز متنبي وهو راكب على البيت ما بينزل. طب على الانتاج عندما تراني ستفر مثل الهرة، انا ابا مازن وجساتي مستمرة، انا جيت خطوة لقدام، انا ملك الشام، this is my jam، ولا اعرف الهزام، جديد في الكار، جالب للعار، عاجز في البار، ضئيل انت بين العشار، فاكر الكورة بعزمك تجدني فاندر صار، انا جيت خطوة لقدام، انا ملك الشام، this is my jam، ولا اعرف الهزام. سريع كالسهل لو أفلتك أصيب الخيلة، كنت أنا نقايف فأنت نامي ليلة، شهريار وأنت سجيني لعب في ليلة، وهيلة محاولاتك تكسب قدام الناس، الهجاء قصر وضباط حجر الأساس، سوف تموت وعطشاً إذا رأيت غالي في الكاس، أديك شلوت تطير زي عباس ابن فرناس.